كلمني عن كواليس الفيلم، وهل كان في مشقة في الفيلم ولا لا؟ لا يعني مفيش مشقة، احنا بنستمتع بننبسط. طبعا بنصور في الظروف، حر الظروف، برد السهر، بس يعني هو ده لطيف. ما بننسى، ما مش عايزين نروح يعني، لان احنا اساسا يعني اصحاب كلنا، كل اللي في على افيش دول مع كلهم، انا اشتغلت معهم كلهم، فبالتالي كلهم بيني وبينهم علاقات شخصيه واصدقائي واصحابي، يعني بصرف النظر عن ان احنا بنشتغل، فبالتالي الكيمياء بيننا موجوده. جوز اخته مهران غبي جدا، منفعل دائما، مستعجل دائما، فشخصيه كده لذيذه. وسعيد حامد عمل منها حاجه لطيفه يعني. طيب حضرتك قلت انك شخصيه مجتهده بس دايما الحظ بينساك، ليه قلت كده؟ مش الحظ بينساك، انا قلت انا شخصيا بتجتهد، ولكن ادارتي لموهبتي ممكن ما تبقاش جيده. يعني في ممثل شاطر بس ما بيعرفش يدير موهبته. هنيدي قايم نفسه وقال ان الفيلم ده يعني هيكسر الدنيا اكتر من الافلام اللي فاتت. قال هي مصالحه بينه وبين الناس على اساس ان الفيلم اللي قبله هو ما كانش حاسس انه هو مقتنع بيه، فكويس يعني ان هو ممثل او نجم يقول الكلام ده جديد يعني. مثلا لازم يبقى متصالح مع نفسه.